اهلا بكم من جديد. خبرين بسرعه هنقولهم قبل ما ننتقل لفقره السوشيال ميديا، ونستقبل رامي عز الدين بركات اخو هيثم احمد زكي. طياره ترى الاوكرانيه اللي اشتعلت بها النيران في عجلتها في مطار شرم الشيخ. معانا الفيديو يا جماعه، نشوف الفيديو. الطياره دي يعني وراء اللي حصل لها طبعا رجال عظام لابد أن نحييهم، سواء من إدارة مطار شرم الشيخ، كل العاملين في مطار شرم الشيخ اللي جريوا بسرعة ينقذوا هذه الطيارة اللي كان فيها 196 راكب. سكايب إيرلاينز، طيارة البوينج 737-800. الطيارة كانت هتنفجر. خلونا نسمع صوت العمال اللي هم طفوا النار في الطيارة. إبراهيم عبد العال، فني استقبال وترحيل طائرات. إبراهيم، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. يعني تحية ليك أولا، وقول لي حصل إيه وإنتوا عملتوا إيه، أنت اللي كنت على الأرض، احكي لي بالظبط. اولا التحيه لحضرتك طبعا، والتحيه للباشمهندس حسام عبد الراضي وكل الزملاء والسيد اللواء محمد الشوري، ومشاكل لحضرتك لاهتمامك بالموضوع. انا فني استقبال وترحيل طيارات ابراهيم الكلاف مع حضرتك. الطياره في اثناء استقبال الطياره شاب دخان من العجله اليسار للكابتن اللي هي اليمين دي. انا زي حضرتك كده ما كنا مظبوط. انت كنت فين يا ابراهيم؟ انت كنت فين؟ انا المارشل يا فندم، انا المسؤول عن استقبال الطياره. انت اللي بتقف تدينا الاشارات كده يعني. تمام يا فندم. اوكي. فانت شفت الدخان ده من طالع من العجله. بالظبط كده، العجله اليمين. فكانت لفتت انتباهي قبل الستوب بار بتاع الطياره بلاطه تقريبا 3 متر ونص تقريبا. فلقيت النار ابتدت تطلع. اديت اشاره للكابتن بالطب المفاجئ وعمليه الاشتعال في العجل اليمين. الكابتن استجاب للاشاره بالفعل وبطل المحركات. بعد تبطيل المحركات مباشره اتعاملنا مع الموقف، بس قبلها طبعا بلغنا الكابتن الارشاد، يبلغ وحده طيران مدني طبعا، مسؤولون طبعا. انتوا لازم تستنوا لما يوقف المحركات يا ابراهيم، مش كده؟ بالظبط حضرتك. ليه؟ المحركات حضرتك لازم تبعد عنها مسافه ما تعادل مثلا 9 متر تقريبا عشان ما تشتكيش، يعني المكنه فاكرت. طيب انتوا تعاملت ازاي بقى؟ تعاملت ازاي مع الموقف ده؟ بعد ابطال المحرك كنت بلغت زميل ليا كان واقف جنبي، قلت له حط الصفايه بسرعه وانا بتعامل مع الكابتن، بديله اشاره 8 بالانجليزي ان في حريق في كاوتش الطياره وكده. لكن ما جت الطفايه، خدت الطفايه ودخلت جري على الطياره زي ما الفيديو موجود. زي ما الفيديو موجود، احنا هنشوف دلوقتي يا جماعه لو الفيديو يمشي كمان شويه هنلاقي اللي هم بيمشوا بيجروا. في فيديو تاني اظن. فيديو تاني. طيب ابراهيم، انتوا الطفايه الحريق دي بتبقى موجوده، يعني انتوا بتبقوا جاهزين لكل هذه الاحتمالات؟ وحضرتك احنا عندنا كل التوقعات ان اي معده تكون موجوده في ارض المهبط خضع للسلامه والجوده، لازم يكون موجود عليها طفايه صلاحيه كامله لاي ظروف ترى. طبعا ابراهيم، انت فكرت ازاي في الثواني دي، وانك يعني الطياره ممكن طبعا لا قدر الله تنفجر فيها 196 واحد، لكن انت كمان حياتك برضو معرضه للخطر. بس مصر اغلى يا استاذ امين حبيبي، نص اغلى، وحضرتك طبعا انت عارفين في الكلام دوت. معلش يعني في برضه 2 مليون واحد بياكلوا عيش، مصروف على 5 مليون شخص. فاحنا عندنا مبدانا الاول والاخير، معلش العسكري اللي بيموت او الضابط مش اغلى، يعني كلنا اولاد بلد مع احترام حضرتك، يعني كل واحد بيضحي في مكانه على قد ما يقدر لحمايه بلده. بشكرك يا ابراهيم وبحييك، ويعني ما تتخيلش انا تاثرت قد ايه لما قلت لي بس مصر اغلى. انا بشكرك جدا، ابطال بصراحه، في ناس ابطال. طب معايا كمان هلال ابراهيم، فني استقبال وترحيل طائرات. يا هلال، مساء الخير. مساء النور يا استاذ، وبحييك وبشكرك وبقول لك تسلم ايديك. قول لي عملت ايه، انت كنت فين بقى من الفيديو ده اللي فيه بتجروا بالطفايات؟
حضرتك انا ماسك الورديه المسائيه، وانا بحيي الزميل ابراهيم على شجاعته وعلى اللي حصل معاه. ايوه يا هلال اتفضل، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون يا هلال. معاك يا فندم. اتفضل. انت كنت فين في اللحظه دي؟ انا حضرتك كنت راكب العربيه بتاعتنا بتاعت المعدات، فلقيت الدخان الكثيف طالع من العجل الايسر، فجريت لقيت الزملاء بداوا يطفوا، فانا بدات احنا مشكلين حضرتك على الفور، وتم تشكيل ثلاث فرق اقل من 5 ثواني، فريق اقل من 5 ثواني يعني في سرعه استجابه عاليه جدا. تمام يا فندم. فريق لاخماد الحريق اولا الاستاذ ابراهيم، وفريق لاخلاء الطائره من الركاب بدخول السلالم، وفريق تاني لاستدعاء الجهات الامنيه والدفاع المدني. انتوا متدربين على الكلام ده يا هلال؟ يعني الكلام ده انتوا متدربين عليه؟ تمام يا فندم حضرتك، احنا متدربين على الحاجات ديت من شركه مصر للطيران وخدمات الارضيه للتعامل مع اي احداث طارئه تحصل في المطار. نعم. يعني طبعا جرينا حضرتك، خفت يا هلال؟ قلقت؟ فكرت انا ممكن يجرى لي حاجه؟ لا طبعا، لا 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 ابدا، احنا جرينا عشان اهم حاجه ننقذ الركاب وننقذ الطياره من اي حاجه تحصل فيها. بشكرك يا هلال، بشكرك وبحييك وانت وكل زمايلك والقائمين على مطار شرم الشيخ. لما بريطانيا قررت انها تعيد السياحة مرة اخرى وتعيد الطيران لشرم الشيخ، ده ما كانش يا جماعة اكيد بيكون بعد زيارات مستمرة وزيارات متوالية للمطارات. مطار محترم، بنشكركم. زي ما بنقول في حاجات سلبية، لما بيكون في حاجة حلوة كلنا بنفرح.